طيب اسمح لي يا استاذ اسلام، يعني مقدمه مشروع القانون بتشرفنا دلوقتي السيده النائبه عبله الهواري، الدكتوره عبله الهواري عضو البرلمان المصري. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عايزين نعرف تفاصيل لان الموضوع غريب، يعني ما تعودناش عليه اجتماعيا. احنا دايما عارفين ان الزواج هو اللي بيوثق، لكن نوثق كمان الخطوبه؟ فده الغريب. يا فندم انا ما اتكلمتش خالص على توثيق الخطوبه. الحقيقه ان من سنه 1920 لم يحصل اي تدخل تشريعي في قانون الاحوال الشخصيه فيما يتعلق بالخطوبه. فما تلاقي موضوع الخطوبه لا من بعيد او من قريب ورد في اي تعديل من تعديلات قانون الاحوال الشخصيه. حضرتك شايف في الوقت الحالي يمكن الانفلات زاد جدا فيما يتعلق بعمليه الخطوبه. نجد الشاب يدخل البيوت، وانت عارف البيوت ليها حرمات، يقعد بالسنه والاثنين والثلاثه خطبها، بياكل وبيشرب وبيسافر ويروح وييجوا وهدايا، وبعدين بعد 3 سنين ولا 4 سنين يقول لا والله سلام عليكم وتنتهي الخطوبه عند هذا الحد. هذا الوضع هو ده اللي لابد ان يكون هناك تدخل. التدخل لابد ان يكون هناك ايجاب وقبول من الاسرتين. لابد ان يكون هناك مده للخطوبه في العقد. انا ما قلتش توثيق ولكن بقول اتفاق، انا بتكلم على اتفاق وليس عقد. يعني انا همثل لك مثلا، لما انا بعمل القايمه لصالح العروسه القايمه، تلك القايمه لا هي موجوده في دين ولا هي موجوده في شرع ولا موجوده في اي قانون بس من موثقه، ولكن هي متعارف عليها. هي متعارف عليها. احنا عاداتنا وتقاليدنا وموروثاتنا الثقافيه بتؤكد ان لابد ان يكون هناك عمليه جاده في عمليه الخطوبه. يا سياده النائبه، اللي احنا بنتكلم فيه عشان نحافظ على يا دكتوره عبله، القايمه يا فندم او القايمه اللي حضرتك اتكلمت عليها دي موثقه، والشخص او الزوج لا يا فندم بيمضي عليها. مقننه مش موثقه. هو مش بيمضي عليها يا فندم، هي مش دي وثيقه الاتفاق العرفي يا فندم؟ هي مش وثيقه وبيمضي عليها؟ لا يا فندم، وثيقتين. لا 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 لا، القايمه دي بتبقى بين الاسرتين وبيتكتب فيها زي ما هم عايزين، وبعد كده بيمضي. ما هو بيمضي عليها، بيكون مطالب بكل حاجه لو حصل اي حاجه. أيوة لا قدر الله يعني. توثيق توقيع. وهي التوثيق معنى التوثيق توقيع؟ لا طبعا. لا. التوثيق ده حاجه ثانيه خالص، بتبقى في وثيقه معده لهذا الشان. لا طبعا، بعيده كليا عن الكلام. طب حضرتك عايزه تعملي ايه بالظبط في موضوع الخطوبه؟ يعني هيبقى في كتابه بين الاسرتين؟ يبقى في اتفاق مسبق على مده الخطوبه، على الشبكه بكام؟ في حاله الفسخ الشبكه بيحصل فيها ايه؟ الهدايا بيحصل فيها ايه؟ الضرر المترتب. طب ما هو ده اللي بيحصل اصلا يا سياده النائبه. نعم؟ مش ده اللي بيحصل اصلا؟ بيتفقوا على الشبكه بكام؟ بيتفقوا لو لا قدر الله حصل حاجه ايه اللي هيحصل؟ الحقوق بتروح. انا بتكلم على حفاظا على حقوق الاسره، حفاظا على حقوق العروسه. هيتم الحفاظ عليها ازاي؟ كتابه تقصدي؟ انا عايز افهم بس، كتابه؟ اي يا فندم، في الاتفاق اللي هيتعمل ده، الاتفاق اللي هيتعمل هيبقى فيه اتفاق، هيبقى فيه ورقه زي القايمه كده هيتقال فيها كل حاجه، هيتقال فيها كل حاجه، حتى شرط جزائي في حاله اذا كانت فسخ الخطوبه بسبب كذا كذا بيحصل ايه. ده اللي انا بتكلم فيه، لكن انا ما بكلمكش بقول لك وثقها، انا ما بقولكش بوثقها. لا طبعا. طيب شكرا جزيلا يا دكتوره عبله.